ليش المحرك ما راح استخدمه سنجل لوب؟ ليش بيشتغلش السنجل لوب؟ شو مشاكله؟ انتوا اعطوني مشاكل السنجل لوب. احنا بدينا في الماشينز كانت كان عندي لوب واحد. شفتوا هاي عملنا لوب هيك، حطينا فيها سلكين. ايش اكبر مشاكل هاي؟ بعمله سلك ضخم، سلك كبير. ما بيولد ايش؟ ما بيولد فيوز سيامة كبيرة. مش هاي مشكلة رئيسية، في مشكلة كبيرة. نعم. تمام، هو هذا مشكلته لما يوصل عند النيوترال اكسس ما ضلش عندي تورك، فالتورك بيطلع وبنزل بيعمل بلسيشن. هل هذا كويس؟ لا. زائد في الانترنال كومبشن انجن انتم بتعرفوا اللي باخذه ميكانيك، مش عندي الاربع سلندرات وبعملهم فايرنج 1 4 3 2 1 4 3 2 حتى يضل عندي السيستم، والا راح يصير يرجرج. هذا بينفعش عندي، الهاي السنجل لوب هاي ما بتنفع، بدي عدد من اللوبس، وكل المحركات فيها عدد لوب. لما يكون هذا مارر في النيوترال اكسس ومش عم بعطيني تورك او مش عم بعطيني فولتج، في غيره وين موجود؟ تحت البولز الرئيسيه، فعماله بعطيني، فبكون واحد عماله بيحول والثانيين شغالين. تمام. اذا رح ناخذ ماشين بسيطه رح نعمل فيها اربع بولز، رح تضلها هلا 2 بولز. ف 2 بولز يعني كم تير اوف بولز؟ 1 تير اوف بولز. رح نفترض انه هذا عندي هون هو راسمه في هذا راسمه ساوث، رح ارسمه زي ما هو راسمه في الكتاب. خلينا نحاول نرسم دائرية صحيحة. هاي دائرة من هون، هذه الروتر، قلنا هاي راح تكون لامينيشنز فيروماجنتيك ماتيريال، لامينيشنز فيروماجنتيك أو بيرمننت ماجنت طبعا حسب. وهاي الدائرة طبعا ما بتنتهي هون، ايش لازم تكمل؟ لازم تسكر الماجنتيك سيركت هاي بحيث انه يصير في عندي الانفلكس. هلا راح اعمله الان، راح احفر حفرة في هذا، وراح احفر كمان حفرة. بنحاول ارسمهم بشكل ارتب من هيك، هي هذه هيك هون، وعلى 180 درجة راح اخذ، وكمان 180 درجة راح ناخذ هون، وكمان 180 درجة راح ناخذ هون بهذا الشكل. راح نجيب الان اربع كويلز من الكويلز اللي احنا كنا عاملينهم جاهزينهم. الكويل هلا بتشوفوا في فيديو كمان شوي بنعرضه، هذا ممكن يكون عدد من اللفات. فالحقيقه هذا انا رسمته هيك، بس هو ممكن يكون، يعني ممكن يكون لفتين مثلا، فرضا 3 تغيروا لفات بعتبره سنجل لوب، بسميه سنجل لوب، بس في عدد من الكوندكترز، فهدول راح اسميهم كوندكترز، الاسلاك الصغيره راح اسميهم كوندكترز، وكله راح اسميه كويل. اوكي، بس رح يجي عندي، رح ما تدخل على المشغل وتشوفه، رح يجيب لك يا قطعه واحده ملفوفه ومظبطها وجايب من هون تب كهربائي ولافه مظبوط، مش تب الكهربائي اللي زي انتم بتستعملوه، يكون زي القماش، شكله بيشبه القماش اكثر، بلفه من هون برتبه، بكون طاعجه الطاعجه الصحيحه بالضبط وجاهز بحيث انه يتركب على الارمتشر. وهذا رح نجيب كل واحد من هذول، رح نجيب منه كويل، رح نجيب اربعه من هذول الكويلز وراح نسميهم 1 2 3 4. هلا شوفوا شو رح نعمل، رح نسحب كمان من هدول، رح امحي هذا الخط، بدنا نشبك كمان الكوميتيترز. هلا الكوميتيترز رح يصيروا عندي هلا هون، لانه عندي اربعة كويلز، اصلا رح احتاج اربع اساور، بس عندي 2 براشز، رح يضل 2 براشز. رح نشوف هذا، رح نركز على اللاب وايندينج. في اللاب وايندينج عندي عدد البراشز مساوي لعدد البولز، قديش عدد البولز هون؟ 2. رح يكون عندي 2 براشز كمان منهم. رح ناخذ هدول هلا، رح تلاحظوا في قاعدة مهمة رح نعملها، راح نحط، وهذا اللي هو شائع في الاندستري، راح نحط في كل فتحه من هذول هاي 2. ليش 2؟ ليش ما عملوش 3 أو 4؟ هاي الخبره اللي صارت، هي الخبره اللي صارت عند اللي بيصنعوا المحركات، بركبوا 2. طبعا هذول مش لنفس الكويل. واللي راح يكون في واحد لتحت بالاول، راح نرمز له دائما بالرمز برايم داش، يعني نسميها برايم. اوكي، فراح نرمز له في الرمز برايم. فمثلا هذا هون راح نبنيه بالشكل التالي، راح اخذ هون، راح احط 1، و 180 درجة كهربائية مش ميكانيكية، كهربائية، راح احط الجهة الثانية من هذا الكويل اللي راح اسميها 1. اوكي، خلينا نفهم الكلمات اللي حكيتها.
اول شيء وين الدرجات الميكانيكيه هون تتغير ما تتغير الدرجه هاي 360 درجه ميكانيكيه وطول العمر راح تضلها 360 درجه ميكانيكيه لكن في هاي الحاله الدرجات الكهربائيه والدرجات الميكانيكيه متساويه ليش لانه عندي 1 pair of poles لو عندي 2 pairs of poles بصير ال 180 درجه الميكانيكيه تعادل 360 درجه كهربائيه لانه 360 درجه كهربائيه بكون مريت على 2 poles خليني اشرحها بشكل اوضح هذه هون نرسم حاله الاربعه poles لو عندي أربعة بولز هاي مثلاً فرضاً خلينا نسمي هذا نورث وهذا رح أسميه ساوث وهذا رح أفترض إنه نورث وهذا رح أفترض إنه ساوث الاختلاف الأساسي بين هاي المشين وهاي المشين وهاي فيها one pair of poles وهاي فيها two pair of poles هلأ هون صار عندي P sub P 2 وهون عندي P sub P 1 يعني pairs of poles أو إذا بدك تسميها هون البولز 2 وهون البولز 4 هلا هاي سببت انه صار في اختلاف بين الدرجات الكهربائيه والدرجات الميكانيكيه انا كل مره بمر السلك تبعي تحت نورث بول وساوث بول بس يكمل هاي كامله بكون كم درجه كهربائيه صار مارر 180 لا لما يمر من نورث بول وساوث بول كم درجه كهربائيه بكون مارر كمل ال 360 بس هذا هون بيحصل كم درجه ميكانيكيه بكون مرة 180 فعندي ثيتا الكتريكال بتساوي بي على 2 في ثيتا ميكانيكال هاي نقطة مهمة فكرة مهمة جدا من هون يعني ال 180 درجة ميكانيكية بالحالة هاي شو بتعادل كم درجة كهربائية؟ 360 فلما بمشي من هون لهون بكون هذه 360 درجة كهربائية لكنها 180 درجة ميكانيكية وبرضه بمشي من هون ولو حطيت 6 بولز قديش بصير عندي عدد البيرز اوف بولز؟ 3 بصير عندي 120 درجة ميكانيكية بتعادل 360 درجة كهربائية ليش هذا مهم؟ لأنه رح ناخذ كل واحد من الكويلز هدول رح نحط طرف من سلكه لاحظوا هذا السلك فيزيكلي ايش عامل داخل من هون الكرنت هو داخل بس يعني السلك كمان بعتبر داخل من هون شو صار ورا مشي هيك بهذا الشكل مطعوج من هون وبعدين رجع بهاي وبعدين طلعت الطرفين تبعونه هيهم الطرفين تبعونه وراح يجوا من قدام وراح احطهم هذول لكم 200 انتر سيجمنت كم درجه كهربائيه بينهم 180 كم درجه ميكانيكيه 180 القاعده بتقول انه بين السلك والسلك الثاني من نفس الكويل دائما لازم يكون في 180 درجه كهربائيه اذا البيتش او الديستانس بينهم لازم يكون دائما 180 الكتريكال ديجريز يعني لو كان عندي هون وين راح احط الواحد لو حطيت الواحد هون وين لازم يكون الواحد داش اوكي بمسكه بهذا الشكل فطبعا بدي اكون قايس قبل ما اجهز هذا مظبوط بدي اكون عارف بالضبط قديش ربع الدائره هون بين السلوت والسلوت الثانيه ولازم لما باخذ هذا اجهزه بحيث انه المسافه هاي تكون مساويه للمسافه هاي لاني عارف انه هذا بده ينحط في بول 4 بول ماشين في حين هذا راح ينحط في 2 بول ماشين فراح يكون المسافه بينهم اوكي بس الشرط دائما لازم تكون الكتريكال ديجريز between wires أو conductors of the same coil. أوكي هاي نقطة مهمة جدا. فببناء الماشين لازم ناخذ لازم يكون عندي دائما 180، هلا في ماشينز ما بتاخذش بالضبط 180 بتاخذ أقل ما رح ندخل فيها لأنه احنا ما معنا وقت، رح نركز على الحالة العامة إنه هذا عندي هون دائما 180 درجة كهربائية ما بين الكويل والكويل اللي بعده. بالحالة هاي عندي 1 pair of poles فراح احط واحد، هلا الشيء الثاني لاحظتوه شو بتلاحظوا وين حطيت انا؟ وين حطيت اللي مش برايم؟ برا. وين حطيت البرايم؟ جوا. ليش؟ هذا بعطي قوة للماشين لأنه شوفوا شو راح يصير، لو اجى هذا ينفك لسبب معين اجى ينفك لو كان هذا برا وهذا برا مش سهل ينفك؟ لكن لما هذا برا وهذا جوا حتى هذا ينفك ايش بده ينفك؟ اللي فوق السلك اللي فوق. بس السلك اللي فوق حتى ينفك لازم ينفك هو ومين؟ والثاني بس الثاني وين راح يكون؟ راح يكون عندي هلا هون ثلاثة وهون ثلاثة برايم. طبعا هدول السلكين نازلين تحت نفس البول فراح يكون الكارنت فيهم نفسه بنفس الطريقة. طلعوا هلا على واحد وثلاثة. واحد وواحد برايم هم كويل واحد حطيته ثبته بس مين دخلت في السلوت هاي بالأول؟ ثلاثة برايم. مين دخلت في السلوت هاي بالاول؟ واحد برايم. بعد ما دخلت واحد برايم، بعد ما دخلت ثلاثة برايم وواحد برايم واثنين برايم وثلاثة برايم وأربعة برايم، بعدين شو بديت أدخل؟ أحط واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هذا بعطي قوة للمشين وبعمل مور سيمتري كمان.
مش هذه بتصير مور سيمتريكال؟ لو الواحد حطيت هذه برا وهذه برا والثلاثه هاي جوا وهاي جوا ما راح يطلع بالضبط نفس الفولتج، مزبوط؟ ما بدي الفولتج تكون متماثله، فبعطيني مور سيمتري ومور سترينث للروتور. ايش بتسمي هذا الروتور بحاله الدي سي ماشينز؟ ارمتشر. اذا هذا اسمه ارمتشر. يمكن شيء تاريخي ليش بسميه ارمتشر؟ هو روتور، هو لا شك انه روتور، بس عاده في الدي سي موتورز بنسمي هذا ارمتشر. إذا راح أحط واحد هون، واحد نتأكد من قاعدة اليد، إلا وفرضت إنه هذا جنريتر الآن وماشي عماله بلف بهذا الاتجاه، عم بلف بهاي الوضعية، وراح أفترض هون إنه البوزيشن هذا راح أسميه أوميجا تي بيساوي 0 ديجريز. إيش أوميجا تي؟ إيش وحدة أوميجا تي؟ راد، زاوية، كأنها زاوية، كأنه أوميجا تي هي زاوية. فراح أقول إنه في هذا البوزيشن راح أراقبه، في هذا البوزيشن بعدين راح أراقبه في بوزيشن ثاني. هلا راح نكمل نحط الكويلز الثاني من هون، راح نحط الكويل 2 و4 وراح امشي بهذا الاتجاه، فراح اخذ واحد هي هذا. هلا لاحظوا اذا هذا الكرنت طالع لازم كمان يكون هذا، نلاحظ بي بي جاي هيك وبي جاي هيك، وهون بي جاي بهذا الاتجاه وبي جاي بهذا الاتجاه، فهذا راح يكون 2. وين راح يكون 2 برايم؟ داخل الهاي على بعد 180 درجه. ايش؟ كهربائي. راح يضل عندي بالاخر هلا هون 4 و4. اوكي، هاي الاربعه كويلز جهزناهم. هذول على فكره حيغلبوك لما تركبهم، لانه راح تجيب الاربعه كويلز راح تمسك اول شيء البرايم تبع واحد تثبته، بعدين راح تاخذ وراح يتعلق الطرف الثاني، راح يكون معلق مش قادر تثبته، وراح تثبت البرايم تبع 4 والبرايم تبع البرايم تبع 1 البرايم تبع 2 البرايم تبع 3 والبرايم تبع 4. بس تخلص وتثبتهم وتدوقهم مضبوط بالهاي، راح تجيب راح تكون الاسلاك هذوك معلقه فوقها، بعدين راح تدفش الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه. وبكون عندي طالع كم سلك هلا من هون راح يطلع؟ من كل كويل راح يطلع اثنين، يطلع ثمان اسلاك بالضبط، والثمان اسلاك هذول هلا بدنا نشبكهم. على ايش راح نشبكهم؟ ما بقدر اشبكهم على البرشز، بدي اشبكهم على ايش؟ الكونكشن لوين راح يروحوا؟ لكوميتيترز، بدهم يشبكوا على الكوميتيترز. بالاول كم كوميتيتر كان عندي لما شفنا السنجل لوب ماشين؟ اثنين. هلا راح يصير عندي 4. هلا الكوميتيتر راح نرسمهم بالشكل التالي. راح اخذ هلا هون حطيت انا واحد، راح اسمي هذه هون. هي اي. هي بي. هي سي. وهي دي. طبعا هي المفروض انها دائره، هذول اربع اقسام. ايش الشيء المهم بهذول الاربعه رغم انهم جنب بعض؟ شو لازم يكون في شيء مهم جدا؟ هذا معزول عن هذا، معزول عن هذا، معزول عن هذا، معزول عن هذا، كهربائيا هذول كونكشنز مختلفه. وراح احط البرشز، راح تلاحظ البرشز مش عن نيوترال اكسس جايين، عموديين عن نيوترال اكسس. وراح احط برش هون وبرش هون، خلينا نظللها نظلل البرش الثاني من هون، ففي عندي تو برشز. فعندي البرشز هذول التنتين هم مشبوكين على السبلاي، وفي الحاله هاي الاشاره تبعتهم هاي بلس وهاي ماينس. هلا رح نشوف انه هذا بيزبط معنا بالهاي، سواء كان هذا جنريتر او موتور. هلا صار عندي هذول، هلا رح نشبك هذول ما بين واحد، رح اشبكها ما بين A و B. هلا لاحظوا واحد مكونه من ايش؟ مكونه من واحد وواحد برايم، واثنين مكونه من اثنين واثنين برايم، وثلاثه مكونه من ثلاثه وثلاثه برايم، وكل واحد من هذول واير، والواير هذا رح يعمل جنريشن لفولتج. رح نشبك واحد ما بين A، راح اخذ من السلك رقم واحد، راح اشبك على هذه سميناهم A B C D، هذول الكوميتيتر سيجمنت. راح اشبك من واحد على A، ومن واحد برايم راح اشبكها على D. فراح احط واحد ما بين A و B، واثنين راح احطها ما بين B و C، وثلاثة راح احطها ما بين C و D، واربعة راح احطها ما بين D و A. فاثنين نفس الشيء راح نشبكها هلا هون بين B و C، ثلاثة راح اشبكها ما بين C و D، واخر شيء أربعة ثلاثة آسف أنا شبكت ثلاثة غلط من هون، شبكت اثنين صح، ثلاثة هون والثلاثة الثانية راح تنشبك ما بين C و D، أربعة راح تنشبك ما بين D. أوكي؟ مش مشكلة لو ما قدرتوش تتابعوا بالضبط، بس المهم تفهموا انه هذول مشبوكين، كل واحد مشبوك على تو كونسكتيف بوينتس اوف ذا سيجمنت. الكوميتيتر سيجمنتس هذول لو جيت اطلعت عليهم ايش راح اشوف؟ راح اشوف شافت، وايش في عليه؟ 90 درجة في عليه قطعة موصلة، بعدين عازل،
بعدين 90 درجه قطعه موصله بعدين عازل 90 و90 فراح يكون عندي اربع قطع من هون موجودين على هذا الكوميديتر سيجمنت. ايش ملزق فيهم الكوميديتر سيجمنتس؟ البرشز التنتين. مين اللي بلف الان؟ الروتر اللي بده يلف. مين اللي ثابت؟ البرشز هذول التنتين راح يكونوا ثابتين. خلينا نطلع على هاي الوضعيه ونشوف شو الفولتج راح يتكون عندنا. اذا راح ناخذ هذول هلا نرسمهم سكيماتيك. خلينا نطلع هلا بين A و B. هلا مين اللي عليهم برشز؟ A و C بس. فراح احط A الان هون، راح احط C هون، بعدين راح احط B هون، راح احط D هون. طيب طلعوا على B، B مشبوكه بشيء؟ لا. ايش شابكه اطراف مين؟ واحد بار مع تنين، مش هيك؟ اذا تنين مشبوكه مع واحد بار. اذا عندي، خلينا نشوف لو اجينا على A، A ايش طالع منها؟ طالع منها خط رايح، في خط رايح الأربعة، خليني أخذ هذا الخط، هذا الخط رايح على واحد، مظبوط؟ فمن إيه رايحين على واحد؟ وإيش بعد واحد بيجيني؟ السلك لما برجع فيه، إيش اسمه السلك اللي برجع فيه؟ رحت في واحد، كيف بدي أرجع؟ واحد بار. إذا عندي هون واحد بار وهذا واحد، وراح أفترض إنه الفولتج اللي تولد هون هو E induced. والإيديوست احنا عارفين قانونه لسلك واحد، مش للوب، لسلك واحد، احنا عارفين القانون لهي كلها، مش هيك؟ اللي هي كانت 2 على باي، الإنديوست فولتج 2 على باي في في فاي في اوميجا، مش هيك؟ او هون في عندي راح يكون السرعة. طيب وبعدين عندي من بي لسي ايش راح يكون؟ من بي لسي هي بي 2، وايش راح ارجع؟ 2 بار، راح يكون عندي هون 2 بار. بعدين عندي اي دي، راح اروح اي على 4 وراح ارجع من 4 على 4 على دي، مظبوط؟ فعندي اي لدي، هذا عندي 4 4 بار. انا يمكن حطيت البار البرايم غلط كانت، المهم مش مشكلة، لو كانوا هذول معكوسين مش مشكلة، هو مش راح يأثر. وعندي هون E induced E induced E induced E induced، وراح يكون عندي وين البوزيتيف بالحالة هاي؟ A positive، راح يكون هذا positive negative positive negative positive negative positive، هذا عندي negative وهذا عندي هون positive. هون في connection؟ ما فيش عندي connection من هون، فعندي هاي terminal الخارجي للماشين هاي الترمينال الخارجي للمشين. لو جيت قست الفولتج بين هون وهون ايش راح اقيس؟ 4 اي. قديش؟ 4 اي. 4 اي، طب وهدول؟ تمام، لما بحط سورسز فولتج سورسز ان بارلل شو بقيس؟ متذكرين من السيركتس هي عندي هيك، هي عندي اي واي اي اي، دي 1 2 3 4 طب شو استفدت من البارلل؟ بعطيني نفس الفولتية. تمام، ما كان عندي الفولتية، شو يعني؟ ليش اغلب حالي؟ ايش بستفيد من البارلل باث هدول؟ شو بيزيدوا لي؟ الكرنت كارين كاباسيتي. مش الكرنت هلا هيك تضاعف؟ صار انا بقدر امرر هون، في عندي اي انديوست، راح يمر، اذا كانه هذا جنريتر طبعا، راح يصير عندي كرنت وكمان كرنت. في معظم الدي سي ماشينز راح تلاقوا في بارلل باث، عدد البارلل باث. الفولتج على مين اعتمد؟ اعتمد على عدد الكوندكترز، لكن لازم اتذكر لازم اقسم عدد الكوندكترز على ايش؟ على عدد البارلل باث. راح نسمي نمبر اوف بارلل باث نمبر اوف بارلل باث راح نرمز له بالرمز A. ما تلخبطوش بين A و A، هاي ما لهاش علاقة. A نمبر، ايش يعني نمبر اوف بارلل باث؟ يعني لما باجي بشبك المشين من برا بحط عليها انا حاطط مثلا هون بوزيتيف ونيجاتيف فرضا، سواء كانت موتور او جنريتر، عدد الباثس المختلفه اللي بقدر امر فيها هذا راح نسميه ايه. التوتال نمبر اوف كوندكترز راح نسميه زد. وطبعا كوندكترز مش كويلز، يعني بدي اضرب في عدد اللفات بير كويل، يعني بدي عدد الكويلز اضرب في عدد اللفات بير كويل. توتال نمبر اوف، هذول الرقمين مهمين اللي رح نطلع منهم المعادله النهائيه تبعت الدي سي ماشين.
A هي number of parallel paths اللي موجودين من هون و Z هي total number of conductors. فتكون عندي بالحالة هاي 4 E volts. E بتعرفوا تحسبوها؟ كيف بحسب E؟